أهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نطمن بشكل أكبر على بعثة النادي الأهلي وآخر الاستعدادات اللي بتتعلق بالفريق قبل مباراة الغد أمام فريق سيمبا التنزاني. خلينا سريعا نروح لزميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناة الأهلي والمرافق لبعثة الفريق هناك في تنزانيا على الهواء مباشرة عشان نطمن من خلاله على كل ما يتعلق بفرقة النادي الأهلي. يا شريف أهلا بيك. اهلا بك زميل امير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي وجماهير النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بك يا شريف، طمنا بقى على كل الاجواء وكل الاخبار اللي بتتعلق بفرقتنا ان شاء الله قبل مباراه بكره ومدى جاهزيه اللاعبين وكل الكواليس اللي عندك يا شريف، قول لنا. الأهلي بدأ يومه النهاردة في 9:30 صباحا بتوقيت تنزانيا، يمكن بوجبة الفطار، وكان في مؤتمر صحفي لمستر بيتسو موسيماني وكابتن الفريق تم اختار بالنادي الأهلي صباح اليوم، وتوجه بالفعل مستر موسيماني وأيمن أشرف والدكتور عمرو محب مترجم الفريق إلى الاستاد المقام عليه مباراة، استاد بنجامين. يمكن المؤتمر كان في 10:00 ظهرا. يمكن موسيماني يعني بالخبرات الكبيره جدا لي في افريقيا رحب بالصحفيين التنزانيين بلغتهم، فعمل ود على طول في اول المؤتمر الصحفي واتكلم عن قوه طبعا فريق تنزانيا واحترامه لقوه فريق تنزانيا، ولكن هو جاي تنزانيا عشان خاطر يفوز على فريق تنزانيا الكبير بعد مفاجاتهم الاولى طبعا وفوزهم على فريق سيمبا التنزاني طبعا الكبير، بعد طبعا فوزهم على فريق فيتا كلوب الكونغولي في الكونغو. يمكن طبعا المؤتمر الصحفي كان ودود جدا والراجل قبل بترحيب جدا واتكلم ووصف فريق سيمبا التنزاني بلاعب في وسط ملعبه في الفيرويد، يبدو ان مستر موسيماني مذاكر فريق سيمبا التنزاني كويس جدا جدا جدا. وبالفعل زميلي امير من الكواليس يمكن في المطعم لو وجبه غداء او وجبه فطار تلاقي مستر بيتسو موسيماني والكابتن سامي قمصان وباقي الجهاز ومحلل الاداء على طول بيحللوا كل كبيره وصغيره لفريق سيمبا التنزاني، وبيتفرجوا على الكور الثابته على الجمل التكتيكيه بتاعتهم على نقاط القوه نقاط الضعف، وبعد ما بيتفرجوا عليها اكثر من مره بيبقى في المحاضرات الفنيه والنظريه بيتم مناقشتها مع اللاعبين. النهارده كان في محاضره بتوقيت تنزانيا الساعة 3:00 قبل التوجه إلى الملعب وأداء التمرين الرئيسي. يمكن استمرت المحاضرة حوالي 35 دقيقة. المسافة من فندق الإقامة إلى فندق إلى استاد بنجامين حوالي من 25-28 دقيقة. في تكسير في بعض الشوارع فتعطلنا النهاردة في المران، فطبعا على طول رئيس البعثة الأستاذ محمد الضماطي كلم مع الكابتن سمير عادلي طبعا ومدير الكرة الكابتن سيد عبد الحفيظ على يدونوا هذه الملحوظة في الاجتماع الفني اللي هيكون النهاردة في 7:00 مساء علشان خاطر طول الطريق والتكسير اللي موجود في الطريق، وهننزل طبعا بكرة بدري بإذن الله علشان خاطر نتفادى الزحمة، البلد زحمة جدا. تمرين بدأ في 4:00 بتوقيت تنزانيا، 3:00 بتوقيت القاهرة في نفس ميعاد المباراة، وحسنا فعل مستر بيتسو موسيماني عندما درب اللاعبين في الثانية ظهرا بتوقيت تنزانيا. فعلا كان عنده حق، الساعة 4 توقيت مختلف خالص، الجو كاسر خالص، مفيش حرارة، في حرارة طبعا بس مش بقوة الساعة 2 الظهر، فاللعيبة النهاردة أدوا تمرينة ولا أروع ولا أقوى، تمرينة قوية جدا جدا جدا. والنهاردة بيتسو موسيماني لخبط في التشكيل خالص عشان طبعا خاطر لو في ناس بتتفرج على التمرين الرئيسية. البث التلفزيوني النهاردة لاحظت في الاستاد حوالي 10 كاميرات في كل مكان في الملعب، يعني يبدو ان هيكون في نقل تلفزيوني رائع، مش هيبقى في نقل تلفزيوني وحش. 10 كاميرات هو عدد كبير جدا، كاميرا في كل مكان. فبكره باذن الله على موعد مع مشاهده او كل جماهير النادي الاهلي تطمئن، بكره هيكون التصوير التلفزيوني على اعلى مستوى من وضع الكاميرات في ملعب المباراه. النهارده مدير الكره تفقد طبعا غرف الملابس، الاستاذ محمد الضماطي كان حريص طبعا من اول اليوم يكون موجود في لوبي الفندق مع اللاعبين في كل كبيره وصغيره. معالي السفير محمد جابر ابو الوفا السكرتير الثاني طبعا محمود خليفه على طول متواجدين مع البعثه في كل مكان، كانوا موجودين النهارده في التمرين واتفرجوا على المران من اوله لاخره، ويمكن رجعوا مره اخرى مع البعثه الى الفندق. معاك زميل امير، عايز اسالك بخصوص ارضيه الملعب، هل الارضيه كويسه النهارده بعد ما الفريق اتمرن عليها؟ ارضيه بحاله جيده يعني ولا الامور هتبقى اخبارها ايه؟ وعايز اسالك بالتحديد برضه عن الاجتماع الفني، الاجتماع الفني لسه هيكون بالليل رغم تم الاعلان بشكل رسمي على الزي الخاص بالاهلي وفريق سيمبا في مباراه الغد، هل كان من خلال اختيار رسمي من قبل الكاف ولا ايه الامور بالظبط؟
الاجتماع الفني هيكون في السابعة طبعا مساء بتوقيت تنزانيا في فندق اللي بيقيم فيه المراقب. زي الزي بيتم اختار الاتحاد الافريقي من اول البطولة بالزي الاول والثاني والثالث، والاتحاد الافريقي بيبعت لك قبل المباراة بالزي اللي هترتديه، يعني الاتحاد الافريقي اللي بيختار لك من الزي رقم واحد او اثنين او ثلاثة. فطبعا الزي هيكون الازرق. اما بالنسبة لخصوص ارضية ملعب المباراة، ارضية رائعة جدا كويسة جدا، الكرة سلسة عليها جدا باذن الله، باذن الله يكون لاعبي النادي الاهلي موفقين النهارده من التمرين، ما حدش اشتكى خالص من ارضيه الملعب، باذن الله ينفذوا جمل الراجل اللي حفظها لهم في تمرين امس واول امس، وباذن الله باذن الله باذن الله يكون الفوز من نصيب النادي الاهلي. ان شاء الله يا شريف، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه التغطيه الوفيه وكل الاخبار اللي قلتها لنا بخصوص فرقتنا في تنزانيا وقبل مباراه الغد. بشكرك يا شريف شكرا جزيلا. زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل ومرافق قناه الاهلي لبعثه فريق النادي الاهلي هناك في تنزانيا، طمنا على كل التفاصيل اللي تتعلق بالأهلي قبل مباراة الغد.